من أجل تأمين المناطق والمواطنين لا سيما في الفترة الليلية. يقوم قسم النجاة التابع لمديرية أمن توكرا بتسيير دوريات وإقامة تمركزات واستيقافات ليلية بشكل دوري ومنظم على الطريق الساحلي والمدخل الغربي للمدينة. هذه الدوريات تأتي للحفاظ على الأمن وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمشتبه في تورطهم مع الجماعات الإرهابية، وضبط الهجرة غير القانونية والسيارات التي تسير بدون إجراءات وبدون لوحات معدنية، وإحالتها لجهات الاختصاص. مكلفين بالخطة الأمنية من قبل وزارة الداخلية، مديرية أمن توكرة، قسم النجدة، بالاستيقافات الليلية المفاجئة لضبط الشارع العام ولضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وضبط الهجرة غير الشرعية والزجاج المعتم، وضبط الهجرة الشرعية والجزار المعتم واللوحات المعدنية. وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرا خليل البرغثي أن دوريات والتمركزات الأمنية تبدأ في مزاولة عملها بعد منتصف الليل، ليتم استلامها من قبل قسم المرور والتراخيص صباح اليوم الثاني. نقوم باستيقافات اللي تابعة لقسم النجدة من 5 مساء إلى الساعات الأولى لليوم الثاني لضبط الممنوعات والسيارات بدون أوراق والسلاح الأبيض والهجرة غير شرعية. وأوضح البرغثي أن الجهات الأمنية بمديرية أمن توكرا تلعب دورا مهما في تأمين الشريط الساحلي الممتد من سيدي علي غربا إلى منطقة إردان وشرقا صعودا إلى الحمدة جنوبا، حيث تقع على عاتقها العديد من المهمات والأدوار الأمنية الرئيسية.